كثيرة هي الأصوات وزوامل الحرب الحماسية التي يستمع لها أنس ذو العشر سنوات، وتمتلئ بمجلداتها ذاكرة هاتفه الخلوي، حيث يقضي أوقاتا طوالا متنقلا بين عناوينها الكثيرة، مصغيا لوقع مفرداتها المشحونة والصاخبة بأصوات الموت التي تستحضر شخوصها وضحاياها مخيلته الصغيرة. أسمع الزوامل إنها حالة، وأنا هكذا أسمعها قد لا يدرك هذا الطفل وفي مرحلة عمرية كهذه المعنى الحقيقي لكلام يصغي إليه، لكنك تؤثر سلبا وتنعكس على نفسيته التي تتعرض لكمية كبيرة من المفردات الرنانة بالموت ومواعظ العنف يتلقاها عبر هذه الأصوات، وربما ترافقه مستقبلا وتحدد سلوكه وتصرفاته، سيما وأن ما يسمى بزوامل الحرب في متناول الجميع، الأطفال على وجه الخصوص. الأطفال هم الأكثر تضررا في مسرح الحرب من خلال استماعهم بشكل يومي إلى زوامل الموت والزوامل التي تحفزهم وتدعوهم إلى المشاركة في القتال في الجبهات، وبالتالي سينشأ جيل مستقبلي، جيل يحمل الكثير من العنف. إنه زمن تجريف الهوية وتفخيخ المستقبل، لعل هؤلاء الأطفال لم يتشبعوا بمفردات الحياة ولم يتقنوا بعد نشيد بلادهم، أو هكذا تقول الصورة، لكنهم حفظوا ما سواه من هتافات وشعارات تسببت بها جائحة الميليشيا لتحصد حياة المئات منهم، فيما تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية حالة الطفولة في اليمن التي تزداد تدهورا منذ الانقلاب. فهذا الطفل الذي أشبع هذه الزوامل التي تدعو إلى الكر وإلى العنف وإلى الحقد وإلى تمجيد الموت والدمار والهلاك لا ننتظر أن يكون إنسانا طبيعيا في المستقبل. هكذا تتبدى عناوين الحرب ومآلاتها الكارثية على حياة اليمنيين صغارا وكبارا، ليس على حاضرهم فحسب، بل والمستقبل المجهول الذي ليس من السهل معالجة آثاره على نفسيات اليمنيين مع مرور الزمن. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.